السلام عليكم. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن ثلاث مشروبات لو وجدنا ان احنا نديها للطفل هتساعد ان الوزن بتاعه يتحسن بنسبة كبيرة وهتخلي شهيته افضل كمان. تابعوا معانا الفيديو دوت للاخر. في الاول ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا لنا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله. تنزلوا تبصوا بصة في الوصفة تحت تلاقوا كل حاجة عننا، ولو احتاجتوا اي حاجة سيبوها في التعليقات تحت وانا احاول ارد عليكم قدر الامكان ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن ثلاث مشروبات لو وظبنا ان احنا نديهم للاطفال بتساعد ان الوزن بتاعهم يتحسن، الشهية بتاعتهم بتفتح بنسبة كبيرة. غير كده ليهم فوائد تانية كتير هنتكلم عن كل واحدة فيهم على حدة ونقول ازاي نقدر نحضرها للطفل بحيث ان احنا نديها له ويكون طعمها كويس بالنسبة له. اول مشروب ممكن نديه للطفل مشروب الحلبة. احنا يمكن اتكلمنا عن فيديوهات كتير قبل كده عن الحلبة وازاي ان احنا ممكن بندخلها في وصفات كتير على اساس انها تخلي الطفل وزنه يتحسن شوية. الميزة الاساسية في الحلبة ديت انها بتبقى فاتح شهية بنسبة كبيرة قوي للاطفال، يعني الطفل ما بياخد الحلبة دي بتساعد ان الطفل ده شهيته تتحسن بنسبة كبيرة ويبدأ ياكل كويس على مدار اليوم. الحلبة ديت فيها فوائد تانية انها بتعالج الامساك عند الاطفال علشان برضو بيبقى فيها نسبة عالية جدا من الالياف، فدي بتحسن الهضم عند الطفل وبتعالج الامساك، غير ان هي فيها نسبة عالية جدا من الحديد، يعني لو ادينا معلقة صغيرة كده من الحلبة ممكن كمية الحديد اللي موجودة فيها يعني تبقى حوالي 20% من الاحتياج اليومي بتاع الطفل، فبالتالي بتحمي الطفل من حدوث الانيميا وفار الدم والكلام دوت. دي من الفوائد بتاعتها، غير ان هي بيبقى فيها حاجات تانية مثلا زي مضادات اكسدة بتبدأ تحمي الطفل ان هو ما يجلوش امراض كتير، وبيبقى فيها فيتامينات كتير. دي يمكن شوية فوائد كده للحلبة. بس الحلبة فيه شوية كلام كده ماشي حواليها، ايه السن اللي نقدر ندي فيه الحلبة للاطفال من غير ما يكون فيها اذى؟ هو في اطفال برضو عشان نبقى واضحين نسبة قليلة مش نسبة كبيرة بيبدأ يحصل لهم مشاكل من الحلبة ديت، زي مثلا معدل السكر بتاع الجسم مثلا بيختل شوية، او ان بيحصل مشاكل في الغدة الدرقية. فالاطفال اللي زي دولت طبعا بيبقى ممنوع ان هم ياخدوا الحلبة، فعشان كده لما بدي الحلبة للطفل ببدأ اتابع وما بديهاش بكميات كبيرة. احنا ممكن ندي الحلبة للطفل على عمر سنة، سنة ونص، سنتين بكتير، بس بلاش قبل السنة، ده هيكون مهم قوي. بنبدأ نحضرها للطفل ان انت بتغلي شوية مية وبتحطي عليهم، بعد ما المية دي بتتغلي بتحطي عليها معلقتين كده من العسل، تسيبيهم على النار شوية، وبعد كده نحط معلقة حلبة، نبدأ المكونات دي تبدأ تغلي كده على النار، بعد كده بنصفيها وبنشرب الطفل تقريبا ربع كوباية صغيرة. ربع كوباية صغيرة نديها مرتين او ثلاثة في الاسبوع، ما بنديهاش كتير. دي لو استخدمنا بالطريقة دي بيبقى الحلبة من الحاجات الامنة اللي ممكن نديها للطفل وما يبقاش فيها اذى عليه. اتفقنا؟ يبقى هنغلي شوية مية ونزود عليهم معلقتين من العسل، وبعد كده نسيب المكونات دي تغلي، وبعد ما تغلي بنبدأ نحط عليهم معلقة الحلبة ونصفي المشروب ونديها للطفل. استخدمي الموضوع دوت هيجيب مع ابنك نتيجة كويسة. بس هو مشكلة الحلبة بس ساعات انها بتخلي ريحة العرق عند الاطفال سيئة، لو الموضوع ده مزعج بالنسبة لك بلاش الحلبة. اتفقنا؟ دي يمكن اول حاجة. تاني مشروب بنقدر نديه للطفل ويساعد ان الطفل دوت وزنه يجيب كويس مشروب الكاكاو. الكاكاو دوت حاجة من الحاجات اللي طعمها حلو قوي. ابدأ اديها للطفل بيبدأ الطفل يستمتع بيها وبيبقى مبسوط، وبيبقى ليها مميزات كتير غير انها فيها سعرات حرارية عالية فبتساعد ان الوزن بتاع الطفل يتحسن. تاني حاجة غير السعرات العالية ديت ان هي بيبقى بتعلي نسبة السيروتونين في الجسم، فبتخلي العيل مزاجه حلو فايق جدا، يعني يبدأ تزعق عيله وتتخانقي معاه مزاجه حلو. اتفقنا؟ حتى لو الطفل يا ستي عامل لك مشاكل وتعبك سيبيه هو واشرب انت الكاكاو ده هيرفع مزاجك وتبقي تمام. بس يا حماد هتلاقي الولد عمال يبوظ لك في الشقه وانت ريلاكس كده ومبسوطه. بس يا حماد الحاجات ديت من الحاجات اللي بترفع الحاله المزاجيه عند الطفل فبتخلي الطفل مزاجه كويس. من الحاجات المفيده برضو في الموضوع دوت ان هي بيبقى فيها نسبه برضو عاليه من الحديد، فدي بتساعد ان الطفل دوت ما يحصلوش انيميا، ويبقى فيها فيتامينات كتير. مشروب الكاكاو ده كله مشكلته حاجتين، اول حاجه ان بلاش تشربيه للطفل بالليل عشان هو من الحاجات اللي بتدي طاقة عالية للأطفال، فلو شربتيه للطفل بالليل هيفضل مسهر معاكي كده طول الليل، خلي المشروب ده الصبح. تاني حاجة هو برضو بيبقى مضر للبول، فلو احنا شربناه للأطفال بالليل ممكن يعمل لهم تبول ليلي، فاحنا بلاش المشروبات المضرة للبول دي بالليل، خلي الحاجات دي فترة النهار. طبعا احنا الحاجات ديت لما بنديها ما بنديهاش بنسبة كبيرة قوي عشان نسبة السكر عند الأطفال أو أمراض السكر عند الأطفال ما بنديهاش بنسبة كبيرة، يعني مش هقول لك ادي الطفل كاكاو
يلا بقى دكتور، الدكتور اللي قال الصبح والظهر وبالليل مش هينفع، احنا بندي الحاجات دي بالمعقول. احنا قلنا في فيديوهات كتير ان اي حاجه مفيده كترها مش كويس، فلازم يبقى استخدامك للحاجات دي بالمعقول. الكاكاو احنا ممكن نحضره للطفل سواء كان بارد او سخن، على حسب ما طفلك يحب. احنا ممكن نجيب الخلاط ونحط فيه مثلا كوبايه لبن ونحط عليه معلقتين عسل ابيض، وبعد كده تحطي الكاكاو وضربي الخليط دوت كله على بعضه، وبعد كده حطيه في التلاجة للطفل يسقع لو هو بيحبه بارد شويه، لو هو بيحبه دافي ممكن نخلي له الخليط دوت نحطه على النار ونبدا نديه للطفل مره في اليوم، مثلا مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع. دي من الحاجات اللي هتساعد ان الطفل وزنه يتحسن كويس، وفي نفس الوقت هو ابنك هيبقى مبسوط وهو بيشرب المشروب دوت. اخر مشروب هنتكلم عنه في الفيديو بتاع النهارده مشروب البنجر اللي هو الشماندر. في دول عربيه كتير بتقول عليه الشماندر، احنا عندنا هنا في مصر بنقول البنجر. عملنا فيديو قبل كده اتكلمنا فيه عن فوائد البنجر للاطفال. البنجر من الحاجات الكويسه جدا 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 للطفل، بيبقى فيها فوائد كتير قوي، بيبقى فيها نسبه حديد عاليه جدا بتخلي الطفل دوت نسبه الانيميا عنده ما تبقاش موجوده اصلا، الهيموجلوبين بتاعه بيبقى في الجسم كويس، بيبقى ما عندوش فقر دم، بيبقى الطفل مركز كويس، استيعابه كويس. الحاجات دي بتبقى من الحاجات الحلوه اللي بنقدر ان احنا نديها للطفل. تاني حاجه البنجر ده برضو بيبقى فيه نسبه كالسيوم عاليه بتساعد ان العظمه بتاع الطفل كويس، السنان بتاعته تبقى كويسه، التطور الحركي بتاع الطفل يكون تمام، يعني طفلك يبقى صحته كويسه، حديد وكالسيوم السنان تمام، مفيش بقى تسوس الاسنان والكلام دوت اللي بتحصل للاطفال اللي الكالسيوم عندهم قليل. برضو بيبقى فيه فيتامينات كتير A و B و C و E. الحاجات ديت من الحاجات، احنا قلنا ان فيتامين A دوت من الحاجات اللي بتقوي النظر وبتبقى كويسه عشان صحه الجلد بتاعه الاطفال، بتخلي جلد الطفل كويس والبشره بتاعته نضره كده وجميله والكلام دوت. فيتامين ب بيبقى من الحاجات المسؤوله عن النمو العصبي عند الاطفال، النمو الذهني يعني عند الطفل، الطفل بيطلع ذكي كده ونبيه ولماح وحاجه عظمه جدا لما بتدي له الحاجات اللي فيها فيتامين ب. وقلنا في فيديو قبل كده ان الاطفال اللي بيبقى عندهم نقص في فيتامين ب ممكن يكون ده سبب في فقدان الشهيه عند الاطفال، فمهم ان انت تدي لابنك الحاجات اللي فيها فيتامين ب. ثالث فيتامين بنتكلم عنه اللي هو فيتامين سي. احنا عارفين ان فيتامين سي دوت بيبقى من الحاجات اللي بتعزز الجهاز المناعي، بيبدا يخلي الاطفال صحتهم كويسه ومناعتهم كويسه ومقاومتهم للامراض تكون بنسبه كبيره، فده برضه من الحاجات المهم ان انا ادي الطفل الحاجات اللي فيها الفيتامينات الكامله. دي تقريبا ثلاث مشروبات هتبدا تساعد ان الطفل ده شهيته تتحسن، هتبدا تساعد ان الطفل دوت وزنه يتحسن دون في المعقول. الحاجات دي ليها فوائد كتير، هتلاقينا متكلمين في فيديوهات قبل كده عن الحلبه والكاكاو، لو عايزين تعرفوا التفاصيل راجعوا كده الفيديوهات اللي في القناه وهتعرفوا كل حاجه عنهم. ندي الحاجات ديت بالمعقول، الحلبه هنديها من عمر مش تحت السنه، هنديها لعمر اكبر. في امهات ادت في السن الصغير ما حصلش مشاكل، جو اون كملي مفيش مشكله. لو ما اديتيش قبل كده الحلبه استني لما الطفل يتم سنه سنه ونص كده وابداي اديله الموضوع دوت. البنجر بنديه من 6 شهور مفيش فيه مشكله. الكاكاو برضو ممكن اديه قبل السنه، بس يعني انا في رايي يفضل الحاجات ديت تتاخد بعد السنه تكون افضل شويه، ويكون ان احنا بناخد منها الفوائد اكتر كتير من الاضرار بتاعتها. في الاخر لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده بتاعتنا ان شاء الله. تنزلوا بصوا بصه في الوصف تحت هتلاقوا كل حاجه عننا، هتلاقوا الرابط بتاع الويب سايت بتاع العياده، هتلاقوا رابط حجز الاستشارات اونلاين، هتلاقي الداتا بتاعتها كلها وارقام التليفونات. ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات تحت وانا هحاول ارد عليكم بقدر الامكان. استنونا فيديو جديد هنجيب لكم معلومات كتير كويسه. شكرا لكم.